مشاهدينا رح نبدأ بأولى فقراتنا لليوم، ولأنه الصحة هي أهم شيء بالحياة، ولأنه نحن تعودنا دائما أنه ضمن مشوارنا الصباحي نضوي دائما على مواضيع طبية بتهمنا. اليوم رح نحكي عن موضوع السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية اللي ممكن للأسف يتعرض لكثير من الأشخاص بأعمار معينة ولأسباب معينة، ويصير في عنا كثير من المضاعفات. واليوم أثبتت كثير من الدراسات الطبية أنه حوالي 33% من الأشخاص ممكن يتعرضوا للسكتة الدماغية أو الجلطة نتيجة القلق أو الاكتئاب أو الحالة النفسية. يا رشا، أكيد اليوم هيدي عم نحكي عن حالة جدا خطيرة، وقت الأوعية الموجودة بصير فيها انسداد وبتمنع خلينا نقول تغذية الأكسجين والدم إلى المخ، هون وبصير بصير الجلطات. اليوم رح نضوي على هي الحالة، شو هي أسباب الجلطات وشو هي أعراضها وطرق العلاج، واليوم شو دور المعالجة الفيزيائية بهي الحالة. معلومات جدا مهمة حيعرفنا عليها ضيفنا لليوم، وهو السيد غسان يوسف الندفي، اختصاص علاج فيزيائي. يسعد صباحك استاذ غسان، اهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك وبحضرتك. عم نحكي عن موضوع كثير مهم، ممكن هو مصطلح ثقيل عند الصبح، ولكن للاسف ممكن كثير من الاشخاص يتعرضوا له. استاذ غسان، بدايه خلينا نخبر المشاهدين نحن شو بنقصد بالجلطه الدماغيه كمصطلح طبي. الجلطة الدماغية هي تغير في دوران المخ الدماغي نتيجة وجود صمي جاي من القلب أو تمزق بالأوعية الدموية بالدماغ أو ناتج عن آفة سرطانية. هذا بيؤدي إلى خلل في الوظيفة العصبية الحسية، مما يؤدي إلى ضعف بالتحكم الحسي الحركي بالعضلات، ضعف بالإدراك، ضعف يعني بصير كمان صعوبة بالبلع، وهو تقريبا نتيجة انقطاع الدم عن الخلايا الدماغية. انقطاع الدم لفترة دقيقة لحتى 3 دقائق بيؤدي إلى تموت هاي الخلايا الدماغية أو توقف عن العمل. هاي بأثر على جزء من الجسم، يعني يا الجزء اليمين يا الجزء اليسار حسب وين كانت الإصابة بالدماغ، وإلى أسماء كثيرة فينا نسميها النشفة، الجلطة الدماغية المتعرف عليها بالعالم، السكتة الدماغية، الحادث الوعائي الدماغي CVA. فهي المسميات كثيرة، وهي بالإنجليزي اسمها ستروك الضربي، لأنها بتيجي ضربة مفاجئة يعني وبتوقف الحركة بشكل مفاجئ بدون سابق انذار يعني، وبعض مرات تعطي انذارات قبل ما نبلش بالجلطة الدماغية. طيب أكيد أستاذ، نحن اليوم عم نحكي عن حالة بتأثر بشكل كتير كبير على المهام الحيوية بجسم الإنسان، ولكن دائما في انذارات صحية اسمها سكتة ممكن تجي بشكل مفاجئ دون أعراض، ممكن تكون الأعراض صامتة أو ممكن ترافق بعض الأعراض. وبالنسبة لجمع الأعراض بكلمة هي بي فاست، ومشان يعني يتذكرها الواحد او اللي صاب حدا عنده صابه جلطه دماغيه، البي هي البالانس، هي التوازن. اول شيء بيفقد التوازن لانه جزء شقي كامل من الجسم صار فيه شلل فبده يفقد التوازن. الاي هي الاي، العين بصير فيها ضبابيه وفي بصير فيها ازدواجيه بالرؤيه، هذه العلامات المبكره بالجلطه الدماغيه. الاف هي الفيس، بصير يعني عند مريض الجلطه الحنك بينزل لتحت تقريبا، هون بترتخي الشفه من هون، وهون بدنا نميز بين بصير لقوه مركزيه، بدنا نميز بين اللقوه المركزيه واللقوه المحيطيه. اللقوه المركزيه هي اساس الدماغ، بصير بس بحركه الفم، يعني بعض مرات نطلب المريض الابتسامي ما عاد فيه يبتسم او يحكي اي كلمه، بصير تلعثم بالحكي عنده. اللقوه المحيطيه تيجي اصابه نتيجه العصب السابع، نتيجه تعرض من الحار للبارد او بالعكس، او التهاب بالعصب السابع او صار عليه وزني. فهون الجلطه اللقوه المركزيه تيجي مترافقه مع تنميل الخدر بالايدين، تنميل الخدر بالاجرين، مشان نميزها انه اذا شفنا حدا صايبه جلطه ما نقول انه صايبه لقوه محيطيه، ما نقول مصابه جلطه. فاللقوة المركزية تترافق مع شلل الإيد وشلل الإزر. إيد كاملة دكتور أو الأستاذ أو كاملة بس الكتف؟ لا، من الإيد كلها كاملة، الطرف والطرف السفلي. بعدين في حرف الإي هو الأرم، الأرم يعني نطلب من المريض أنه يرفع إيد ثنتين فبنلاقيه دور ينزل الإيد هاي، فهي دليل على الإصابة بالجلطة. بعدين الأس هي السبيتش الكلام، بصير عنده تلعثم بالحكي، بصير عنده يحكي حكي مش مفهوم، نطلب منه مثلا يحكي أي جملة كاملة، إذا ما كملها كمان دليل على إصابة. تأثر دماغ اليوم. تأثر دماغ. آخر شيء هو الحرف التي، هو التايم، هو الوقت، هو الوقت إسعاف المريض اللي بيلعب دور كبير، يعني معه من حد من أول ما تصيبه الجلطة لحد 4 ساعات ونص، إذا قدرنا بالفترة هاي إنه نسعفه
فبتكون المضاعفات اكثر بكثير، اقل بكثير ما انه يتاخر شوي عن الاسعار. فالاعراض هي يعني موجود بكلمه بي فاست، ان الواحد يحفظها. اي مريض شفناه او اي حدا مثلا معنا بالبيت او صديق انه اصابته الاعراض دغري اسعاف على المشفى، لان الاسعافات الاوليه ما فينا نقدم له اي شيء الا نسفه على المشفى مشان تروح للجلسات الطبيه. طيب من الاعراض او العلامات او الدلالات اللي ممكن تظهر اليوم عند الشخص ويكون في سكته دماغيه او جلطه دماغيه، خلينا نحكي عن الاسباب، ليش اليوم بيصير في عند بعض الاشخاص جلطه دماغيه؟ اهم سبب هو على راس الاسباب هو ارتفاع ضغط الدم. السبب الثاني ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم. السبب الثالث هو مرض السكري. هذول اكثر يعني اكثر الامراض اللي بتؤدي للسكتة الدماغية. بعدين يجي الاعراض الثانوية شوي مثل البدني، تناول الكحول بشكل مفرط، تناول التدخين. التدخين بضر كثير وبيؤدي لجلطة دماغية، بيؤدي لتصلب بالشرايين. في عنا الحالة النفسية، الضغوطات النفسية هي اشد شيء بتأثر انه يصيبه جلطة الواحد. يعني بس نروح لعند المريض اول ما بنسأله شو صار معك امبارح لما انه يعني من صبتك الجلطة، بكون عنده أعراض مثلا قلبية وأمور، بس الضغط النفسي هو اللي سبب الجلطة. يمكن هاي النسبة هلأ كتير أستاذ، يعني الضغط النفسي عند الأشخاص. طبعا أكثر يعني المرضى اللي شفناهم كان شيء صارت عنده مشكلة مع يعني قبل ما تصير الجلطة هاي. طيب اليوم شو مراحل تطور هي الجلطة فيما بعد؟ خلينا نقول انه نحن اليوم قدرنا نسيطر على الحالة وقمنا بالاسعافات الاولية واسعاف الى المشفى، والطاقم الطبي اكيد ما بيأثروا فورا، راحوا لي مثلا خلينا نقول اللي داركوا الوضع وعدى منا، ولكن هل في مراحل تطور لها فيما بعد؟ هو بالبداية بعد الجلطة بيدخل المريض بحالة الصدمة، هي اول 48 ساعة من الاصابة، وهي بدها ساعتها يكون بالمشفى يعني مشان يزيلوا سبب الجلطه او يعطوه مميعات او مذيبات للجلطه بالدماغ. مرحله الصدمه بدها تفقد الحركه بالايد والاجر، طبعا بالوجه كمان بصير في ميلان بالانف من تحت، فهي بدنا نتدخل نحن تقريبا بعد 48 ساعه نبلش معه. هي مرحله الصدمه مرحله صعبه بتكون، معقول المريض كمان يفقد النطق، فبنبلش فيه بالحركه بشكل سريع مشان ما تضمن العضلات، مشان ما يصير تقفعات بالمفاصل. بعدين تيجي يعني بعد وحده يعني تستمر تقريبا 21 يوم، هي مرحله خلينا نقول مرحله استقرار. الصدمه الجسديه نعم. يعني تستمر 21 يوم، بكون المريض متغير بين مره منيح ومره مش منيح. بعد 21 تستقر الحاله وهي مرحله الشفاء، فبنبلش بالعلاج الفيزيائي، بكون عنده حركه بالايد وبالاجر شوي، بنحاول نقوم قاعده، بنحاول نوقفه باسرع وقت كمان، يعني بنستفيد من الحركات اللي بينت معنا بالإيد والإجر لنقويها ونمشي بشكل صحيح. ومرحلة الصدمة شيء مهم إنه نقلب المريض، وبالخاص هو على التخت بالمشفى أو شيء، لأن بصير تقرحات بالجلد هي الخشكريشات، يعني صعب تداركها بعدين. بس إذا حافظنا على تقليبه كل ساعتين، حافظنا على الغطاء إنه يكون ما في رطوبة، فهي بتقي من خشكريشات البعض بالأخص مريض السكري. طيب إذا بدنا نحكي ونتوسع أكثر لرحلة العلاج لهذا المرض أو هي المشكلة المرضية، نحن ممكن نقدر اليوم نبلش من خلال علاج بسيط إن كان بالأدوية أو لا، نحن ممكن بحاجة لجراحة أو حتى كمان ممكن بحاجة للعلاج الفيزيائي، خبرنا أكثر شو هو العلاج المناسب اليوم لهي المشكلة المرضية وكيف عم تكون النتائج؟ بالنسبة يعني بعد حالة الصدمة إجباري راح يكون بالمشفى، راح يعطوه مذيبات للجلطة بالدماغ، بعض مرات بيتدخلوا جراحيا إنه يفوتوا بقسطرة يشيلوا الجلطة الدماغية. هل بالنسبة للعلاج الدوائي؟ بالنسبة للعلاج الفيزيائي بنبلش فيه بعد قلنا بعد 48 ساعة. الحركة أهم شيء، الحركة، وإذا المريض مستعيد وعيه بدنا نريحه ونشرح له الحالة اللي كان فيها. بعد ال 21 يوم بيستقر وضع المريض تقريبا، بصير انه يعني مدرك لشو صار معه، رجعت الحركات، وبعض مرات ما بترجع حسب مستوى الاصابه وحجم الاصابه بالدماغ، فبنبلش معه بطريقه هي بوبث بعد ال 21 يوم، ما فينا نبلش فيها قبل ال 21 يوم. هي طريقه استعاده الحس الحركي للدماغ، يعني الخليه اللي انضربت بالدماغ في خلايا مجاورة اسمها خلايا الظل، هي تشتغل بدل الخلية اللي صار فيها تموت أو عطل. فنحن بدنا نعطي المعلومات الحسية الحركية من الخارج للداخل للدماغ، مثل على مبدأ التابنج، يعني إنه منطبطب على المريض بالشكل إذا كان رخو أو بنضغطه بشكل مستمر قريب 10 ثواني، فالمعلومات الحسية الحركية هي بترجع الدماغ بتحفزها بفسرها للدماغ، بيرجع بيعطينا حركة سليمة. والمهم هون إنه ما يعني أغلب الحالات تيجي يعني بعد 21 بصير حالات تشنجية،
بده يصير المريض يحرك ايده بشكل غلط او بيمشي بشكل منجل بيلف اجره لف، فهون بدنا نتدخل بشكل سريع نحن لنحافظ انه يرجع للحركه الطبيعيه مش الحركه الخاطئه هي. فعنا بالمعالجه بنصير نكبح اي حركه خاطئه وبنسهل اي حركه صحيحه. معناته اليوم المريض الجلطه الدماغيه بحاجه لمراقبه في حال تم خضوعه للمعالجه الفيزيائيه. رح اروح معك لبعض التمارين للحالات اللي ممكن يتعرض لها الشخص، ومن خلال تجربتك استاذ ومن خلال مجالك، اشخاص كثير ممكن يتخرجوا من المشفى ولكن تبقى عندهم مشكله بالفم، ميلان الفم، شو هي اهم المعالجه الفيزيائيه للوجه؟ بالنسبه للوجه هون بالاصابات المركزيه ما فينا نستعمل التنبيه الكهربائي، بالأقل المركزية مثلا اللي قلنا إصابة العصب السابع بنستعمل التنبيه الكهربائي. بدنا نعمل حركات مساج من تحت لفوق من فوق لتحت، ونعلمه على الحركات التعبيرية مثل الابتسامة، النفخ، نفخ على البالون، وال يعني الشيء الحلو باللقوة المركزية انه الشفاء سريع، استجابته سريعة، استجابته سريعة ومعقول الطيب بدون ما نعالجه، بس هي العلاج اللي هي المساج بشكل عام من تحت لفوق من فوق لتحت بالمناطق هاي مع حركات ارتجاجيه شوي. والحركات التعبيريه مثل ما طلب منه الابتسامه بالشكل هذا هيك، بعدين الحركات النفخ، حركات هاي بتقوي عضلات الفم والمحيطه بالفم. هلا ببدايه حديثنا مع حضرتك ذكرت انه الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه هن معرضين اليوم لخطر الاصابه بالسكته الدماغيه، طيب اذا بدنا نفصل اكثر نعرف مين هن اكثر فئات الناس المعرضين، في اعمار معينه ممكن نشوفها اكثر عند كبار السن او لا ممكن كمان نشوفها عند الشباب المراهقين، خبرنا اكثر شو السبب؟ هي اكثر شيء بتكون الاعمار بين من 60 وفوق، هذول اكثر شيء معرضين للاصابه. الناس اللي عندهم أمراض بالقلب هذول، لأن بالقلب بتشكل خطرات اسمها صمة تطلع مع الدوران الدموي وبتوصل على الدماغ وبتعمل جلطة، واللي معهم سكري كمان السكري بيعمل تصلب بالشرايين. بالنسبة للأعمار الصغيرة بتصير يعني كثير الإجهاد البدني الكثير، مثلا متعود على تناول الكحول شرب الدخان. أما بالأعمار الصغيرة كثير اللي نقول من 6 سنوات لتحت بتصيبهم الاعراض هاي، بس ما بنسميها جلطه، بنسميها شلل دماغي، بصير تموت بالخلايا الدماغيه بتعطي اعراض اشد من هذيك على الاطراف الاربعه. فبالصغر بنسميها شلل دماغي، والكبر بعد 65 سنه اكثر الناس معرضين، والرجال اكثر من النساء معرضين للجلطات الدماغيه. طيب استاذ غصان، اليوم المعالجه الفيزيائيه صار لها دور جدا مهم، وخلينا نقول صار في تشاركيه بالمجال الطبي بكثير من الحالات، ان كان بالجلطات الدماغيه، ان كان بامراض الديسك، امراض المفاصل الى اخره. اليوم ضمن محور حلقتنا لليوم، شو هي الحالات اللي ممكن العلاج الفيزيائي ما يعطي نتيجه كثير فعالة فيها أو يأخذ وقت أطول؟ هي بالنسبة للجلطات اللي بتكون الإصابة كبيرة فيها، يعني إصابة دماغية كبيرة ما بتحرك اليد والإزر خلال شهر، إذا ما تحركت اليد والإزر فصعب العلاج أو صعب يشفى المريض بعدين. فهي أصعب الحالات بتكون. أما بداية الحركة إذا صار حركة من أول 3-4 أيام فهذا أمل المريض انذاره بالمشي راح يكون منيح. تعرضوا الأعضاء يعني المصابة للتيارات كهربائية خفيفة بضمن المعالجة صح؟ لا، إذا الإصابات الإصابة المركزية من الدماغ ما بنستعمل التنبيه الكهربائي. إيه ما نحن بنستخدم التنبيهات الكهربائية؟ التنبيه الكهربائي قلنا باللقوة المركزية، بإصابات العصب مثلا نتيجة جروح أو حوادث السير، بالأوقات بنستعمل التنبيه الكهربائي لتقوية العضلات إذا فيها ضمور. فإذا العضلة ما فيها ضمور الدرجة 3 فوق ما نستعمل التنبيه الكهربائي، بالدرجة 3 وتحت فينا نستعمل التنبيه الكهربائي بقوي العضلات. يعني تقريبا التنبيه الكهربائي بالإصابات العصبية المحيطية مش الإصابات العصبية المركزية. طيب نحن اليوم إمتى بنعرف إنه هاي المشكلة، مشكلة السكتة الدماغية فعلا ممكن تكون خطيرة، نحن فعلا لازم ننتبه للأعراض، إن كانت أعراض خفيفة بدايتها ممكن الشخص ما ينتبه إلى أو ما يهتم، شو هي المضاعفات والآثار الجانبية في حال تم إهمال هي الأعراض؟ يعني بحال انه اهملنا المريض بالاسعاف بعد 4 ساعات ونص راح تكون الاصابه اكبر شوي، وراح يصير تلف اكثر بالخلايا الدماغيه، وراح يصير صعوبه بالعلاج. يعني ممكن تؤدي للوفاه كمان في حال ممكن تؤدي للوفاه اذا صار مثلا المراكز انضربت المراكز الدماغيه اللي مسؤوله عن القلب وعن التنفس، بالحالتين هذول بتؤدي لوفاه سريعه. بالاخص الناس نذكر كمان حالي بعض الاشخاص بتوفوا مثلا وهن وقت الحمام،
يعني شو بصير في غلط انه بحطوا دغري مي على الراس وبعدين على الجسم. فوقت الحمام لازم اول شيء الاطراف بعدين الجذع بعدين الراس. حطينا على الراس بده يطلع الدم بشكل كبير واي زلطه معقول تسد دماغ. عم نسمع بهي الحالات جدا استاذ غسان وعم تصيب فئه الشباب اكثر من الفئات العمريه الكبيره. خلينا نروح معك ايضا ضمن مجالك وضمن المعالجه الفيزيائيه. اليوم وقت المريض بيتعرض للصدمه والحمد لله بيشفى، يعني هل بصير متابعه من حضرتكم يعني كل 6 شهور كل 3 شهور لحتى تشوفوا هل صار في انتكاسه فيما بعد او لا؟ قلنا هي بعد 48 ساعه بنبلش معه بالعلاج الفيزيائي بمعدل 3 جلسات يوميا او جلسه يوميا بالبدايه لمده اسبوعين، لمده بعد 21 يوم بصير نخفف الجلسات شوي بس صار المريض يستعيد الحركه شوي، بعدين كل اسبوع بدي جلسه. واهم شيء بدنا نعلم الاهل شو الحركات هني. بعد الشفاء بتتابعوا حضرتك؟ طبعا بنتابعه لحد تقريبا شهر ونص. طبعا بنعلم الاهل كيف يشتغلوا معه، بس هون في مشكله انه مثلا المريض صار يمشي بشكل غلط بيتركوا العلاج. فهون يعني الوقت الذهبي للعلاج هو بس الوقت يمشي، لانه راح يمشي غلط اجباري اذا اعتمد على حاله، فنحن بنمشيه بطريقه بوبث بالطريقه الصحيحه. تمام. اليوم معلومات جدا مهمه باختصاص المعالجه الفيزيائيه وهو اختصاص جدا صار مهم بالمجال الطبي. بنشكر حضورك لليوم ونتمنى الصحه والسلامه للجميع. السيد غسان يوسف الندفي اختصاص علاج فيزيائي، صباحك حلو. اهلا وسهلا. صباحكم. شكرا على الاستضافه. شكرا لك استاذ غسان، ضويت على نقاط طبيه كثير مهمه. اهلا وسهلا فيك. أهلا واكيد فيك. بصحه وسلامه للجميع.